ريت زي ما اتعودنا يكون معانا ورقة وقلم عشان نقدر نكتب اللي احنا بنطلع بيه من هذه الفقرة عشان نناقشه في فقرتنا الأخيرة إن شاء الله. النهارده معانا فقرتين هناخد حقنا فيهم كويس جدا جدا، هنرد على تساؤلات حضراتكم واقتراحاتكم في الفقرة الأخيرة اللي هي طبق اليوم. يلا نستعد مع بعض عشان نبدأ رحلتنا النهارده اللي إن شاء الله تكون رحلة مثمرة جدا جدا ومفيدة جدا جدا. تعالوا نطلع مع بعض في فاصل قصير ونرجع نبدأ أول فقراتنا النهارده، فانتظرونا. أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا. أهلا بكم، زي ما اتفقنا هنبدأ الفقرة النهاردة بمجموعة من القصص القصيرة الرمزية، رمزية يعني غير حقيقية، لكن هي الحقيقة وإن كانت القصص نفسها في نصها رمزية وغير حقيقية إلا إن الدروس اللي إحنا بنخرج بيها منها دروس حقيقية جدا ومفيدة جدا وممكن تغير حياتنا تماما. القصة الأولى هي قصة رجل أراد إن ابنه يتعلم سر السعادة، عايز يعرفه السعادة يوصلها إزاي، فأرسله لحكيم قالوا إن في أحكم أهل الأرض، هذا الرجل حكيم جدا ممكن يوصله إلى سر السعادة. قال الابن روح شوف إيه السر ده عشان تكون سعيد، عايز ابني يكون ابن سعيد. الولد مشي 40 يوم حتى يصل إلى هذا الحكيم. لما وصل للحكيم الحكيم أوقفه ببابه فترة لأنه مش فاضي. لما دخل هذا الولد للحكيم واستقبله قال له أنا ما معيش وقت دلوقتي أقابلك، فخد جولة في القصر لمدة ساعتين، لف في القصر لمدة ساعتين اتنين، لكن بشرط. الشرط هو أن أنا هديك معلقة عليها قطرتين زيت، عايزك تلف القصر كله وترجع من غير ما قطرتين الزيت دول يقعوا منك. الولد خلد القطرتين ومشي في القصر ولف في القصر ساعتين، أنهى جولته في القصر ورجع للحكيم. لما رجع للحكيم الحكيم سأله أسئلة غريبة جدا، قال له شفت السجاد الفاخر اللي في الدور الأرضي؟ قال له لأ. قال له شفت الجنينة الجميلة جدا اللي بره؟ قال له لأ. قال له شفت الزهور الغريبة جدا اللي احنا عاملينها؟ قال له لأ. قال له شفت التحف والهدايا والأنتيكات اللي موجودة؟ قال له لأ، ما شفتش أي حاجة من دي خالص خالص، ما شفتش أي حاجة. طيب ليه ما شافش أي حاجة؟ أنا مش هعلق دلوقتي، ليه هو ما شافش أي حاجة؟ هنكمل ونعرف. قال له طيب ارجع تاني اتفرج على الحاجات دي. رجع الولد بدأ يلف ويتفرج بقى يشوف كل حاجة ويستمتع بكل منظر موجود قدامه في هذا القصر الجميل. لف ساعتين كمان ورجع لهذا الرجل، الرجل سأله سؤال غريب جدا ومختلف تماما. حد يقدر يخمن معانا ممكن ايه السؤال اللي يكون سأله له هذا الرجل؟ السؤال ببساطة سأله فين قطرتين الزيت؟ لما بص على المعلقة لم يجد على الملعقة قطرتين الزيت، فقال له ليه ما حافظتش على قطرتين الزيت؟ يبقى في الأول هو رجع بقطرتين الزيت موجودين، طلب منه أن يعود ليشاهد ويستمتع بالجمال الموجود في القصر. لما رجع استمتع وشاف الجمال اللي موجود في القصر رجع بيسأله على قطرتين الزيت. الحكيم كان عايز يوصل للولد سر السعادة من اللي هو عمله ده. طب ايه سر السعادة اللي هو كان عايز يوصله ليه هذا الحكيم واللي عايز يوصله لنا احنا كمان واللي فعلا هو سر من أسرار السعادة؟ خلونا نفكر مع بعض لحد ما نوصل لفقرتنا الأخيرة طبق اليوم ونكتشف مع بعض، وياريت حضراتكم اللي تكتشفوا لنا ايه هو سر السعادة اللي عايز يوصله الحكيم لهذا الولد وعايز يوصله لنا معاه من خلال هذه الحكاية. هي دي القصة الرمزية القصيرة الأولى. طيب القصة الثانية هي قصة اتنين كانوا قاعدين بيصطادوا، اتنين طلعوا مع بعض عشان يصطادوا، فقعدوا يصطادوا مع بعض. واحد منهم اصطاد سمكة كبيرة قوي وجميلة قوي، فخد السمكة وخلاص حطها معاه وماشي. الراجل قال له انت رايح فين؟ قال له خلاص انا مروح بقى، يعني مروح اكل براحتي واستمتع بيومي. فالراجل قال له لا 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 اقعد معايا اصطاد تاني اصطاد تاني. قال له ليه اصطاد تاني؟ اصطاد ليه؟ فقال له اصطاد عشان لما هتصطاد اكتر انت دي هتاكلها هتقدر تبيع. قال له بعد ما ابيع؟ قال له ايه؟ تكسب فلوس. قال له بعد ما اكسب فلوس؟ قال له تبقى ساري تحط فلوس في البنك. قال له بعد ما احط فلوس في البنك؟
قال له تبقى شديد السرر، قال له بعد ما ببقى ساري، قال لي بقى لما تكبر وانت ساري تقدر تقعد وتستريح وتستمتع بحياتك وتقعد مع أصدقائك وتخرج وتعمل كل حاجة تسعدك في هذه الحياة. رد عليه الرجل رد جميل قوي، قال له هو ده اللي أنا بعمله دلوقتي، فليه أستنى لما أكبر وأنا لا أضمن عمري ولا أضمن صحتي؟ فليه أستنى لما أكبر وأبدأ أدور على إن أنا أستمتع بوقتي وبالفسحة وبالنزهة وبأصحابي وبأصدقائي وبخروجي؟ أنا بعمل ده دلوقتي وتركه وذهب. قصة رمزية قصيرة جدا لكنها تحوي بداخلها دروس كبيرة جدا، برضو هنناقشها مع بعض في فقرتنا الأخيرة طبق اليوم. قصة رمزية التالتة سريعة قوي ومهمة قوي، بتحكي عن رجل بيقولوا ان الرجل دوت اللي عمل القصة، يعني بيفترض ذلك، بيفترض ان الرجل دوت كان عنده قدرة عجيبة جدا على تحويل الأشياء. طبعا ده غير حقيقي، احنا بنتكلم على حاجة رمزية عشان نستخلص الدرس، بمعنى ان هو كان اصبعه لما يشير الى حاجة تتحول الى ذهب. الرجل قابل صديق ليه، صديق قديم، وجد ان الصديق دوت حالته المادية تعبانة قوي قوي قوي، فحب يخدمه، صديقه حب يخدمه، فشاف حجر صغير كده فأشار إليه بإصبعه فتحول إلى قطعة ذهب. خد قطعة الذهب دي واداها لصديقه وانتظر إن صديقه حيفرح ويبتهج ويشكره على الخدمة اللي اداها له. فوجئ إن صديقه غير سعيد، مش مبسوط. طيب قال أنا ماشي أعمل له حاجة تبسطه أكتر. شاف تمثال كبير قوي من الحجارة فأشار إليه بإصبعه، شو بقى تمثال كبير، فأشار إليه بإصبعه فتحول إلى قطعة كبيرة جدا من الذهب. لما تحول لقطعة كبيرة من الذهب بيديها لصديقه ومنتظر إن صديقه يبقى فرحان جدا، وجد برضو إن صديقه مش فرحان جدا. فقال له أنا طب أنا أعملك إيه؟ حتة الذهب الأولى كانت حلوة، حلوة وتعيشك كويس، ورغم كده أنت رفضتها. عملت لك حتة الذهب التانية كبيرة قوي قوي قوي، ورغم كده بترفضها ولم تشكرني عليها. أنت عايز إيه؟ إيه اللي أنت عايزه وأنا أعمله لك؟ صاحبه سكت 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 ثم رد. لما رد عليه طلب منه طلب غريب جدا، تتخيلوا ايه هو؟ قال له اطلب اصبعك. عايز صباعك، صباعك اللي بيحول ده هو اللي انا عايزه، انا لا عايز قطعه الذهب الصغيره دي ولا عايز الكبيره دي، الطلب اللي هو بيطلبه انا عايز صباعك. قصه قصيره ودروسها كثيره. طيب القصه اللي بعدها، كان في واحدة عندها إناء خشبي، إناءين عندها، والاتنين بيتعلقوا على كتفها وبتمشي بيهم، بنظر كده بيبقوا معلقين على كتفهم ونازل إناء من هنا وإناء من هنا، وكانت بتملى فيهم مية. الإناءين كان فيهم واحد سليم وواحد فيه شرخ. طبعا على ما كانت بتوصل لحد البيت بتملى المية بتاعتها، كانت على ما توصل لحد البيت كان الإناء واصل مليان وإناء تاني نص وقع، فبتوصل بإناء ونص ممتلئين. بعد سنتين، مر سنتين على هذا الحال، الإناء اللي هو كان الإناء اللي هو ممتلئ دائما فرحان بنفسه وبيزهو بنفسه إنه بيصل بحاجته كاملة. الإناء بقى التاني كان حزينا إن هو ما بيصلش بالحاجة بتاعته كاملة، فتحدث إليها وقال لها إن هو حزين لأن هو لا يقوم بدوره كاملا ولأنه ما بيوصلهاش المية كاملة، وبالتالي هو حزين من هذا الأمر. فقالت له تعالى أوريك حاجة. خرج معاها فبدأت توريه إن المكان اللي هو كان ماشي فيه كله مليء بالزهور والمكان الآخر غير مليء بالزهور. قالت له أنا لما وجدت فيك شرخ ووجدت أنك أنت حريص على أنك تؤدي العمل على أكمل وجه، أنا بقيت عارفة أن بيقع منك مية، فزرعت بذور في الطريق اللي أنت بتمشي فيه. البذور اللي زرعتها في طريقك كانت المية اللي بتقع منك بترويها، فلما كانت بترويها نتج عنها أزهار جميلة جدا، وهذه الأزهار هي التي تزين بيتي. فإذا أنت ما كنتش بتقدر توصل بالمية بتاعتك كاملة، لكن ميتك برضو اللي نزلت منك دي هي اللي تحولت في النهاية إلى زهور جميلة تزين منزلي. إيه الحكاية؟ عايزين نطلع منها بإيه؟ يلا فكروا معانا عشان نبدأ نعيش مع كل هذه القصص القصيرة بدروس عميقة جدا في فقرتنا الأخيرة طبق اليوم. قصة أخرى قصيرة جدا، رجل تولى مسؤولية، يعني اتعين وزير، اتعين في أي منصب كبير، فلما تولى المسؤولية الرجل دوت أقسم أنه لن يرتشي أبدا، وعشان يظهر للناس قد إيه هو حريص على هذا الأمر قال لهم إن أنا لو ارتشيت بإيدي اليمين أنا هقطع إيدي الشمال، ولو ارتشيت بإيدي الشمال أنا هقطع إيدي اليمين. بدأ يستلم الشغل بتاعه وكان ليه وزير يعني
بيفكر بطريقة مختلفة شوية. فبدأ الناس يعرضوا عليه رشوة. في يوم من الأيام وزير شعر إن هذا الرجل من داخله عايز ياخد الرشوة، لكنه محرج من الكلمة اللي قالها. فراح قال له أنت ليه مش عايز تاخد الفلوس دي؟ فقال له أخدها إزاي؟ وأنا قلت إن أنا لو خدت بإيدي اليمين رشوة هقطعها، ولو خدت بإيدي الشمال رشوة هقطعها بإيدي التانية. فالوزير نصحه نصيحة غريبة جدا، قال له أنت رجل ولا بد أن تفي بعهدك، أنت وعدت الناس أنك أنت لو ارتشيت بإيد هتقطعها بالإيد التانية، فبالتالي لابد أنك تفي بعهد العهد. لكن أنا لي اقتراح. إيه هو الاقتراح اللي أنت بتقوله؟ قال له خد الفلوس بكم إيدك اليمين مش بإيدك اليمين. فلما تاخد الفلوس بكم إيدك اليمين يبقى أنت لما تقطع تقطع إيه؟ كم إيدك الشمال. يبقى أنت لما تقطع تقطع كم إيدك الشمال، أو تقطع بإيدك الشمال كم إيدك اليمين اللي أنت خدت منه. دي كانت وصية الحاشية بتاعته أو الرجل المحيط بي. آخر قصصنا النهاردة هي قصة لذيذة قوي. قالوا إن في ملك أمير هيتحول إلى ملك، هيبقى الإمبراطور بتاعة البلد بتاعته في أحد الولايات الصينية، لكن كان في شرط إن لازم يكون الإمبراطور متزوج. بدأوا يفكروا إزاي الإمبراطور دوت يزوجوه إزاي. فبدأوا يقولوا إحنا هنجمع بنات القبيلة كلها أو الولاية كلها ونعمل بينهم مسابقة عشان نشوف مين أقدر واحدة بهذا الإمبراطور، هتكون إمبراطورة البلاد، فلابد نشوف مين أقدر واحدة. كانت في خادمة عجوز موجودة. الخادمة دي كانت حزينة جدا بهذا الأمر، لأنها كانت تعلم أن بنتها بتكن حب كبير وعميق جدا لهذا الأمير. لما ذهبت للبيت فوجئت أن بنتها بتقول لها أنا هشترك في المسابقة. قالت لها ازاي تشتركي في المسابقة وده هيشارك فيها جميلات البلدة وأغناهم كل الصفات موجودة، ازاي انت تشتركي فيها؟ انت اتجننتي؟ قالت لها لا انا ما اتجننتش، لكن انا اتيحت لي فرصة ان انا اتواجد بجوار الامير ولو فترة قصيرة، فانا مش هضيع هذه الفرصة ابدا، حتى لو في النهاية هو مش هيكون ليا، لكن انا مش هضيع فرصة تواجدي مع الامير هذه الفترة. ذهبت البنت مع اللي ذهب، وجدت فعلا جميلات الولاية، الثراء الفاحش، الزي، كل حاجة موجودة في هذا الوقت، وهي حالها رقيق، حالها ضعيف، موجودة في وسط المجموعة اللي موجودة دي. الأمير كانت المسابقة عبارة عن أنه هيدي بذرة لكل واحدة من المشتركات في المسابقة دي، وأجمل زهرة هتطلع في نهاية اليوم، الزهرة الجميلة اللي هتطلع بعد 6 شهور هيتزوج صاحبتها. كل واحدة هتاخد البذرة 6 شهور تزرعها، وصاحبة أجمل زهرة هتطلع في الآخر هو اللي هيتزوجها. كلهم خدوا البذور ومشيوا، وبدأوا كلهم يبحثوا في إن هم يشتغلوا. بدأت البنت تشتغل بجد وإخلاص وحب وإتقان، وكانت من جواها بتقول إن لو ترعرعت البذرة دي على قدر حبي للأمير مفيش زهرة هتطلع مثل هذه الزهرة على الإطلاق. بدأت ترعى البذرة، يمر شهر شهرين البذرة ما بتثمرش، ما بتطلعش حاجة. تسأل المزارعين والناس اللي عندهم خبرة يقولوا لها أفكار وطرق مختلفة، تجرب ما تطلعش. في النهاية في نهاية 6 شهور أصابها الإحباط لأن مفيش. فوالدتها قالت لها خلاص ما تروحيش بقى، قالت لا أنا هروح حتى لو كانت دي آخر فرصة أشوفه وقف جنبه، فأنا لن أضيع هذه الفرصة، أنا هروح لهذه المسابقة وخلاص. ذهبت المسابقة، بالفعل دخلت المسابقة، وجدت أن كل البنات المشتركين في المسابقة جايبين أجمل أنواع وأشكال الزهور، وهي ما معهاش حاجة. مر الأمير وشاف الحاجة اللي موجودة كلها، وفي النهاية أعلن أن بنت الخادمة هي الفائزة. ليه بنت الخادمة هي الفائزة؟ فبيقول لهم لأن هي زرعت أجمل بذرة واستخرجت أجمل زهرة، اللي هي زهرة الصدق والأمانة والحب، لأن كل البذور اللي أنا وزعتها عليكم كانت بذور عقيمة لا تخرج زهور أصلا. فكل واحدة جابت زهرة وجت، هي لم تزرع البذرة اللي خدتها، لأنها لو زرعتها ما كانتش أثمرت، هي تحايلت، هي لم تكن صادقة، فهي قدمت لي أجمل بذرة وأجمل شكل وأجمل هيئة وأجمل جمال، اللي هو جمال الروح، جمال الصدق، جمال الحب، جمال الوفاء، جمال الإتقان، فهي دي اللي تستحق أن هي تكون إمبراطورة البلاد. دي مجموعة قصص قصيرة، خلونا نفكر فيها عشان لما نوصل لفقرتنا طبق اليوم نبدأ نتناقش فيها. تعالوا بقى مجموعة كلمات جميلة نقولها عشان برضو نبدأ نفكر فيها ونناقشها مع بعض في نهاية الفقرة الأخيرة إن شاء الله. اللي أنا هقوله دوت مجموعة من الأبيات الشعرية أنا قريتها زمان، لكن أهداها لي بعض المشاهدين، أو يعني مشاهدة من مشاهدي البرنامج أهدتها لي على أنها كتبت على، أنا ما كنتش أعرف المعلومة دي، على أحد الهيئات الدولية، مكتوب على أحد الهيئات الدولية كلمات
تعبر عن العلاقات بين البشر، مش بس بين حبيب وحبيبة، ولكن بتعبر عن العلاقات بين البشر، كيف يكون الحب بين البشر. وده دليله ان هي على هيئة من الهيئات. وكان اللي قدمت لي هذا الاهداء مقدماه علشان يكون حديث عن الأصدقاء، ازاي الأصدقاء يكونوا مع بعض. فهذا الكلام يصلح للأصدقاء، يصلح للمتحبين. فبيقول ايه بقى؟ قال لي المحبوب لما زرته. واحد زار المحبوب، فلما زاره خبط على الباب. قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. المحبوب بيسأل مين اللي على الباب، فقلت أنا. قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت بيننا. يعني لما فرقت بيني وبينك أنت أخطأت تعريف الهوى. تاني: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت بيننا. ومضى عام، جي تاني فات عام وبدأ يرجع له تاني. ومضى عام فلما جئته أطرقت عليه الباب موهنا، خبطت عليه بالرائحة. قال لي: من أنت؟ مين على الباب؟ قلت: انظر هنا فلن تجد إلا أنت بالباب هنا. تاني: ومضى عام فلما جئته أطرقت عليه الباب موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر هنا فلن تجد إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. فادخل يا أنا. تاني: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى لما فرقت بيننا. ومضى عام فلما جئته أطرقت عليه الباب موهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر هنا فلن تجد إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. جميل قوي ان الواحد يبقى عنده حد في الحياة يستطيع ان هو لما يندهله يقول له يا انا، سواء كان الاحد ده بقى صديق، قريب، اخ، حبيب، ايا كان صورته. لكن من الجميل ان يكون لنا في الحياة من نستطيع ان نناديه ونقول له يا انا. كلمات بقى سريعة، يلا بقى مع بعض نسخن كده، وكلمات سريعة عشان نبدأ نعلق عليها في نهاية الحلقة ان شاء الله. لو لم يكن للفأر سوى جحر واحد لسهل اصطياده. يعني لو فار بيجري وملوش غير مكان واحد يدخل فيه أكيد هيسهل اصطياده، لكن وجود أحيانا أكتر من جحر للفأر بيخليه يهرب بسهولة. إيه ده؟ عايزين نقول إيه من الجملة دي؟ فكروا ونقول مع بعض في طبق اليوم. ليس لدينا إلا هذه اللحظة، ما فيش قدامنا إلا اللحظة دي. إنها تتلألأ مثل نجمة بين أيدينا وتذوب مثل قطعة جليد، فهلم بنا نقتنصها قبل أن يفوت الأوان. ليس لدينا إلا هذه اللحظة، إنها تتلألأ مثل نجمة بين أيدينا وتذوب مثل قطعة جليد، فهلم بنا نقتنصها قبل أن يفوت الأوان. الجملة دي هنوضحها أكتر بجملة بعدها: لا تعش في الماضي. ما تعش في الماضي واللي حصل واللي كان والأيام الجميلة ولا الأيام السيئة، أيا كان، لا تعش في الماضي إلا إذا كنت تريد أن تشعر بالحزن أو الذنب. ما تعيش في الماضي إذا عايز تعيش حزين أو تشعر بالذنب. لو عايز كده خلاص عيش في الماضي. لا تعيش في الماضي إلا إذا كنت تريد أن تشعر بالحزن أو بالذنب. ولا تقلق بشأن المستقبل إلا إذا كنت تريد أن تشعر بالحيرة والخوف. عايز تعيش في الحيرة والخوف، خلاص بقى اشغل نفسك بالمستقبل. ولا تقلق بشأن المستقبل إلا إذا كنت تريد أن تعيش بالحيرة والخوف، إنما ركز في اليوم إذا أردت أن تكون سعيدة. إنما ركز في اليوم إذا أردت أن تكون سعيدة. جملة بقى قوية جدا ومهمة جدا نركز فيها مع بعض. في كل مرة ألزم نفسي فيها بتحقيق هدف معين، كل مرة بلزم نفسي بتحقيق هدف معين، كنت أكتشف مناجم ذهبية من قوة الإرادة والمهارة والإبداع والتي لم أكن أتصور أني أمتلكها. تاني: في كل مرة كنت ألزم نفسي فيها بتحقيق هدف معين، كنت أكتشف مناجم ذهبية من قوة الإرادة والمهارة والإبداع
والتي لم أكن أتصور أني أمتلكها. جملة أخرى، عامل الآخرين كما لو أنهم سيموتون عند منتصف الليل. على فكرة الجملة دي جملة إنسانية جميلة قوي ومعناها رقيق قوي، ولو عشنا معها صح صدقوني ممكن تفرق معنا كتير قوي في معاملتنا وأخلاقياتنا وكلمتنا وسلوكياتنا. عامل الآخرين كما لو أنهم سيموتون عند منتصف الليل. تخيل وانت قاعد في القعدة اللي انت فيها بتتفرج علينا أي حد جنبك، تخيل يعني ربنا يحفظ الجميع، لكن احنا بنتخيل تخيل عشان نوصل منه لمعنى نفسي جميل جدا، لكن ربنا يحفظ الجميع رب. تخيل ان هو هيموت عند منتصف الليل. عامل الآخرين كما لو أنهم سيموتون عند منتصف الليل، وستجد أنك تمنحهم كل الرعاية والتفهم والحب. افعل ذلك ولا تنتظر مكافأة من أحد أو مقابلا من أحد، وسوف تتغير حياتك تماما. تاني، تخيل أن كل المحيطين بيك دلوقتي أو كل الناس اللي أنت بتتعامل معاهم سيموتون عند منتصف الليل. تخيل ممكن تتعامل معهم إزاي؟ تقول لهم إيه؟ هل هترقب نفسك في أحضانهم؟ هل هتبكي بين إيديهم؟ هل هتقول لهم بحبكم قوي؟ هل هتقول لهم سامحوني اعذروني؟ إيه اللي أنت هتعمله بالظبط؟ تخيل وياريت تقول لنا. ما يعنيه الندى للزهور؟ شوفوا الندى للزهرة عامل إيه؟ بتتفتح. ما يعنيه الندى للزهور؟ هو بالضبط ما تعنيه الكلمات الرقيقة للروح. الزهور زي ما بتتفتح بالندى، الكلمات الرقيقة بتفتح الروح. ما يعنيه الندى للزهور؟ هو بالضبط ما تعنيه الكلمات الرقيقة للروح. إنها زخر لمانحها، اللي بيديها والله زخر لمانحها، هو بيسعد بها يمكن أكثر من اللي بيسمعها. إنها زخر لمانحها وعزيزة لدى متلقيها، علينا ألا نتخلى عنها أبدا. ما يعنيه الندى للزهور؟ هو بالضبط ما تعنيه الكلمات الرقيقة للروح. إنها زخر لمانحها وعزيزة لدى متلقيها، علينا ألا نتخلى عنها أبدا. أنا الذي، شوف وصف جميل أبي، لو حد بيتوصف بالوصف ده هو رجل بيبالغ لكن مبالغة جميلة عشان يبين إزاي ممكن تأثيرك يكون في الناس بشكل كبير. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، الأعمى ما بيشوفش لكن كأنه من شدة الأدب الناس نظروا إلى أدبه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه. حتى اللي عنده صمم هيسمع البيت ده، أنا بحب أو بكرره كتير لأن معناه جميل قوي. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صممه. لا يمكنك عبور البحر بمجرد الوقوف والتحديق في الماء. مش ممكن انت عايز تعبر بحر، مش ممكن بدك تنيك واقف قدام البحر وبصص في الميه هتعبر، مش ممكن. لا يمكنك عبور البحر بمجرد الوقوف امامه والتحديق في الماء. تعالوا نسمع الجمله الثانيه دي لانها مهمه قوي وجميله قوي. ثمت لحظتان جليلتان في حياه المرء، في لحظتين في حياه الانسان في غايه الاهميه والخطوره في حياته. ايه هما؟ ثمت لحظتان جليلتان في حياة المرء. الأولى حينما يخرج إلى الوجود، يتولد يجي الدنيا، فلحظة جليلة هو ورد الدنيا، الأولى حينما يخرج إلى الوجود، والثانية عندما يكتشف أنه خرج إلى الوجود. يعني إيه؟ كتير مننا يا جماعة هو خرج للوجود لكن لم يكتشف أنه خرج، لم يكتشف أنه خرج للوجود ليكون له فيه أثر، لم يكتشف أنه خرج للوجود ليكون له فيه دور، لم يكتشف أنه خرج للوجود حتى لا يستسلم ليأس أو فشل أو إحباط، لم يكتشف أنه خرج للوجود بقوة وعزم وإرادة. إنسان بيحتاج في لحظة من اللحظات، إيه ده أنا مش عايش؟ تسمع الجملة دي كتير قوي، أنا مش عايش، طب يلا عيش، يلا بقى. سمت لحظتان جليلتان في حياة الإنسان، الأولى عندما يخرج إلى الوجود، والثانية عندما يكتشف أنه خرج إلى الوجود. أتمنى أن احنا نكتشف النهاردة أن احنا يلا بقى آن الأوان حتى نخرج إلى الوجود. أمسك بيدي من تحب، أمسك بيدي من تحب حتى تشعر بدعمه لك، فإن هذه اللمسة تعني الكثير. على فكرة وجدوا أن حتى الأطفال بيحتاجوا عدد معين من الضمات عشان صحتهم النفسية تبقى كبيرة. اللمس يا جماعة له تأثير غريب جدا. أمسك بيدي من تحب حتى تشعر بدعمه لك، فإن هذه اللمسة تعني الكثير. على فكرة في ولاية
في أمريكا، الولاية دي بيعملوا كل فترة حفلة اسمها حفلات العناق، يعني الناس يروح، بس طبعا سلطة بقى على اسم البرنامج، يعني ما تفرقش بقى مين اللي بيعانق وبيعانق مين، هو عنقه خلاص، يعني اللي بيروح يعانق وخلاص. الفكرة كلها بغض النظر عن تنفيذها من عدمه، إن هم عندهم قناعة بأهمية التلامس، قد إيه تلامس الإيدين وتلامس الأجساد بيؤدي إلى زيادة قوة العلاقات بين البشر وبعضها. فإحنا اللمس، من تحب، أولادك، أطفالك، مسك إيد أصدقائك، الحقيقة المس، أمسك بيدي من تحب حتى تشعر بدعمه لك، فإن هذه اللمسة تعني الكثير. بالمناسبة أرجو أن إحنا ما تبقاش الاتصالات اللي بعد الحلقة كلها أن السؤال يبقى فين الولاية دي ونوصل لها إزاي ونروحها منين. أتمنى أن محدش يسألني هذا السؤال. ليس هناك شيء خاطئ على الدوام، ليس هناك شيء خاطئ على الدوام. الجملة دي حلوة قوي، إن فيها معنى كبير. ليس هناك شيء خاطئ على الدوام، فحتى الساعة المتوقفة تماما، لو ساعة واقفة خالص هتعمل إيه الساعة دي؟ ستعطيك الوقت الصحيح مرتان يوميا. يعني الساعة اللي واقفة، الساعة وقفت على 6، ما هتيجي 6 الصبح و6 مساء، فما فيش حاجة خاطئ على الدوام. كل حاجة فيها شيء نسبي وفيها شيء ممكن يكون صح. لا يوجد شيء خاطئ على الدوام، فحتى الساعة المتوقفة تماما ستعطيك الوقت الصحيح مرتان على الأقل. آخر جملة عندنا بقى عشان ما نطولش عليكم وعشان نطلع فقرتنا اللي جاية، هي عن المعروف، بذل المعروف. ولم أرى كالمعروف. ما فيش حاجة في الدنيا على فكرة زي أنك تبذل المعروف للآخرين، سواء كان المعروف ده مال، كلمة، ابتسامة، استماع حتى إليه، ما فيش أجمل منه. ولم أرى كالمعروف، أما مذاقه فحلو، طعمه حلو، وأما طعمه فجميل. تتذوقه بس كده تلاقيه حلو، أما طعمه كمان بقى بالتفصيل فجميل. ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو، وأما طعمه فجميل. دي كلماتنا النهاردة، دي قصصنا القصيرة اللي قلناها. عايزين بقى نركز مع بعض عشان هنطلع مع بعض فاصل وحنرجع من بعده الفقر الطبقي اليوم اللي عايزين فيها نستخرج دروس القصص، وياريت حضراتكم تشاركونا فيها. عايزين نعلق ايه الكلمات اللي شدتنا في الكلام ده وايه الدروس اللي ممكن نستخلصها منها. عايزين لو في اي تساؤلات، اي استفسارات، اي مقترحات، اي حكايات حد عايز يقدمها لنا، اي وصية عملية حد عايز يقولها. وفي نفس الوقت الحقيقة على صفحتنا على الفيسبوك سلطة خضراء اللي بنتمنى ان حضراتكم تشاركونا فيها بارائكم ومقترحاتكم، جالنا اكتر من اقتراح بان احنا يبقى في وصية عملية في نهاية كل حلقة. فإن شاء الله هنبدأ من النهاردة إن يبقى في وصية عملية، لكن أنا أتمنى أنها تتم بشكل مختلف، إن حضراتكم من خلال اللي قلناه تستخرجوا لينا وصية عملية. عايزين نتفق على الوصية العملية من خلال مقترحات حضراتكم. كلمونا قولوا لنا الوصية العملية اللي بنقترحها هي كذا، لو ما تمش ده لنهاية الحلقة هنقترح إحنا إن شاء الله وصية عملية نعمل بيها. فاتصالات حضراتكم هننتظرها، مقترحاتكم، آرائكم، تعليقاتكم، دروسكم هننتظرها كلها إن شاء الله في الفقرة المحببة إلى قلبي جدا جدا، لأن أنا بسعد بصوت حضراتكم، فقرة طبق اليوم. تعالوا مع بعض، يلا نطلع فاصل قصير وناخد نفسنا كده ونهدى ونرجع مع بعض عشان فقرة طبق اليوم. فانتظرونا. أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطاياك. أهلا ومرحبا بكم وفقرة طبق اليوم. زي ما تعودنا دايما بقى فقرة طبق اليوم، اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، آرائكم، أسئلتكم، الدروس اللي بنستخلصها مع بعض، اي حاجه بقى، يعني مشاركات، حد عايز يقدم لنا مقترح، حد عايز يقدم لنا ماده هو كاتبها ويحب يعرضها على اللي موجودين، الباب مفتوح ان احنا نتشارك في كل شيء ان شاء الله في هذه الفقره. طبعا احنا البدايه هتبقى بان احنا نرجع بقى للقصص اللي احنا قلناها عشان نشوف ايه الدروس اللي احنا نستخلصها منها، لان دروسها مهمه جدا، وازاي ممكن نغير منها حياتنا. وبعدين في بعض الاسئله جت لنا عايزين نرد عليها، وفي وسط دوت إن شاء الله نستقبل اتصالات حضراتكم ومشاركتكم معنا. أول قصة عندنا كانت هي قصة الحكيم. الحكيم اللي خلى الولد اللي عايز يعرف سر السعادة يلف، إداله معلقة عليها نقطتين زيت وخلاه يلف في القصر وقال له حافظ على النقطتين. الولد راح ورجع فسأله على المناظر الجميلة اللي في القصر، طلع ما شافهاش لكنه حافظ على قطرتين الزيت. رجع تاني قال له لا، حدد له الحاجات الجميلة، راح شافها ورجع. فلما راح شافها ورجع وقعوا قطرتين الزيت. كان عايز يوصل ايه الحكيم من هنا؟ الحكيم كان عايز يوصل لحاجتين مهمين جدا، اللي هي التوازن.
ما ينفعش انك انت تمسك قطرتين الزيت ودول بيشار اليهم للسعي في الحياه والنجاح والجهد والبذل، ما ينفعش انك انت تلتخم فيهم بس او تنشغل فيهم وتنسى الاستمتاع بالحياه المحيطه بيك وجمالها وبهجتها. وفي نفس الوقت المره الثانيه لما استمتع وقعوا منه، وفي نفس الوقت لا يصلح انك انت تؤثر الراحه بقى والنوم والاستمتاع تؤثره على عملك فيقع منك قطرتين الزيت او يقع منك عملك. اللي عايز يوصله لنا الحكيم وعايزين نطلع بيه يا جماعه التوازن في الحياه. ما ينفعش ان احنا نقدم شيء على حساب شيء او نترك شيء لاجل شيء، لابد يحصل هذا التوازن. الامر الثاني او القصه الثانيه قصه الاثنين اللي راحوا يصطادوا. واحد اصطاد ما يكفي ورجع عشان ياكل وفي نفس الوقت بقى يستمتع بحياته بوقته وما يعيش الحياه كلها في صراع دائم وفي النهايه ما يستمتعش بحياته. واحد ثاني لا عايز يصطاد ويصطاد ويصطاد عشان يوصل للثراء ويوصل ويوصل ويوصل. ففي النهاية الرجل اللي اكتفى بحاجة معينة، وده على فكرة مش معناه ان احنا ما نشتغلش او ما نجتهدش، لكن معناه ان احنا لازم يبقى في حد بنقف عنده، الدنيا مش هتبقى كلها كده. فالدرس اللي احنا بناخده انت عمال تأجل استمتاعك لحد ما تكبر. يا اخي انت عارف عمرك قد ايه؟ عارف هتوصل لكام سنة؟ عارف حالتك اللي الصحية هتبقى عاملة ازاي؟ فرصة الاستمتاع موجودة دلوقتي، يعني ايه اقعد أأجلها؟ انا اتحكت لي حكاية ممن اثق فيه، دي حكاية حقيقية لرجل كان خارج مصر، سافر بيشتغل بره. هذا الرجل كان حلم حياته ان هو يبني عمارة. ماشي يبني عمارة حقك، يشتغل ويبعت فلوس، يشتغل ويبعت فلوس، اشتغل مش عارف كام وعشرين سنة في الخارج وكبر في السن فقرر ان هو يرجع مصر. وهو راجع مصر في المطار جات له غيبوبة، كانت غيبوبة الموت. فكان الطلب الوحيد اللي هو طلبه ان هو يروح يشوف العمارة بس، يعني حتى مش هيسكن فيها. ومات قبل ان يصل اليه، يعني مات قبل حتى ما يوصل للعمارة دي، يعني عايش عمره كله عشان مستني بعد 20 25 30 سنة يعمل حاجة وفي النهاية حتى ما عملش الحاجة دي. فيا جماعة اللحظة اللي احنا عايشين فيها دي من حقنا ان احنا نستمتع بيها. احنا هنأجل الاستمتاع بالحال حد امتى؟ حدش ضامن عمره ولا ضامن صحته ولا اي حاجة. ففرصتك للاستمتاع بالحياة لابد الا تضيعها، ما تقعدش تأجل وفي النهاية بدك. العمل عشان تقعد تنشغل باستمرار هذا غير مطلوب. اشتغل وخليك مستريح ماديا وكل حاجة، لكن دون ان تنسى ان تستمتع بحياتك. الرجل طبعا اللي كان عنده قدرة على تحويل كل شيء باصبعه وحول لصديقه حجارة لذهب وحوله تمثال لذهب وفي النهاية صديقه بيطلب منه إصبعه، هذا يعلم أن في بعض الناس مش كل الناس على فكرة لن تجد منهم شكرا ولن تجد منهم وفاء، ولو هم قدروا أنهم ياخدوا كل ما عندك هياخدوه، لكن احذر أن يمنعك ذلك عن العطاء. احنا بنقول دايما يا جماعة أننا نقدم الخير لأن قلوبنا مليئة بالخير. احنا ما بنقدمش الخير لأن احنا منتظرين اللي هيرد واللي هيعمل واللي هيقول كده، احنا نقدم الخير لأن بداخلنا الخير، وكل ينفق مما عنده، كل واحد بيطلع اللي جواه. فاللي جواك خير بيطلع للناس خير، جواك شر بيطلع للناس شر. قصة الإناءين اللي كان واحد منهم ممتلئ وسليم فبيصل كما هو، والآخر اللي هو فيه شرخ فالشرخ بتاعه دوت بيوقع منه، وفي النهاية اتبذرت البذور وأنبت. عايزين نقول منه حاجتين قوي مهمين قوي. الحاجة الأولى، إذا وجدت نقاط ضعف في غيرك فاعلم أنك يمكن أن تحولها إلى نقاط قوة. بالفعل هي الست عملت إيه في الموقف دوت؟ لقيت أنه بيقع منه مية فحطت له بذور، فالبذور أنبتت فطلع منها زهر جميل. أي حد إحنا بنتعامل معاه وفيه نقاط ضعف، لو إحنا واجهنا نقاط الضعف دي بالهجوم والشدة وكذا وكذا لن ينصلح حاله، لكن إذا رعيناها وترفقنا بها ممكن نوصل منها إن إحنا نستفيد منها في النهاية. طبعا البنت والفتاة اللي هي استطاعت أنها تزوجت الإمبراطور، طبعا الصدق الوفاء الإصرار الحب كلها أمور سيدنا يا جماعة توصلنا لما نريد حتى لو فقدنا الأمل أحيانا. كتير يا جماعة الواحد في حياته، نستكمل إن شاء الله بس بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ بركات؟ اتفضل. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. الحمد لله ربنا يكرمك. يا مبارك. بصراحه انت قلت حاجه جميله جدا ان هو عامل اصحابك وكانهم يموتون في منتصف الليل. طب استاذ حاج انا عايز يعني اوعدك الوقت واوعد ربنا ان انا بجد هعمل دلوقتي. طب استاذ حاج توطي صوت التلفزيون شويه عشان نسمع حضرتك كويس. ليه كده؟ احنا قلنا وطيه مش طفيه. معلش. طب يا ريت تحاول تجينا تاني، يعني انا ده الحته دي بالذات انا مستنيها نتكلم عنها، يعني انا مستني عامل اصحابك دي تحديدا نعلق عليها مع بعض، لان انا شايف الحقيقه احنا يعني في دوره تدريبيه مره طرحنا ده كتدريب على الناس اللي موجودين، والحقيقه سمعنا يوميها كلام
في غايه الروعه والجمال. يعني الناس يوميها قالوا كلام فعلا في غايه الروعه والجمال. فيا ريت حاول تتصل بينا تاني، ويا ريت اللي يشاركوا معانا يعني يعيشوا معانا في هذا المعنى. طيب فنكمل مع بعض، وقلنا حكايه هذه الفتاه اللي هي اشتغلت بجد واخلاص وحماس. احيانا يا جماعه الواحد فينا يؤدي هذا الدور لكن يعتقد ان مفيش فايده ومفيش امل، لكن يجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه في وقت هو مش متوقع فيه هذه المكافاه. فيا جماعه احنا عايزين نتعلم شيء مهم جدا، نعمل بجد وبحب وبحماس واخلاص ونترك النتائج بقى على الله. يعني كتير جدا بيتكلموا قلقانين الايام دي، اللي داخل على امتحانات ترم واللي قلقان، يا اخي انسى النتيجه خالص، انسى النتيجه خالص، ركز ان تعمل بجد واتقان وحماس واخلاص، وفي النهايه انتظر النتيجه وان شاء الله خير. لكن انت عدم ده، اولا بتتوتر بتقلق ما بتشتغلش كويس ما بتركز، لكن لو حصل شيء من الهدوء، شيء من الاستقرار، شيء من الحب للعمل اللي بنقوم بيه، شيء من التركيز في اداء العمل، صدقوني يا جماعه في النهايه هنصل الى نتائج مرضيه جدا، ويمكن نعمل زي بنت الخادمه وتتزوج الامبراطور، ما حد عارف. طيب معانا اتصال الاخت حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. ازيك يا دكتور اشرف؟ الحمد لله ربنا يكرمك. لو سمحت انا، لو سمحت انا يعني عايزه اسال حضرتك اسئله كده يعني. اتفضل. انا دراستي يعني السنه ثانوي ومش عارفه اعمل جداول خالص المذاكره وضايع يعني. حاضر. في حاجه تاني؟ لا يعني ما احس باكتئاب كده وبزعل، مش عارف ارتب نفسي. لا طب الاكتئاب والزعل دول بسبب المذاكره ولا بسبب حاجه تانية؟ ايوه بسبب المذاكره يعني. بسبب المذاكره. طيب ماشي حاضر، حاضر نرد على حضرتك ان شاء الله. الحقيقه برضه نرد على السؤال عشان ما بحبش الاسئله تضيع مننا. فبالنسبه برضه الموضوع دي الحقيقه مشكله متكرره قوي دلوقتي. يعني اكتر الاسئله اللي بتيجي عن جداول المذاكره، نذاكر ازاي، نذاكر امتى. هو الحقيقه يا جماعه الموضوع انا شايفه ابسط من ده كله. الموضوع محتاج بدايه. الجدول امر سهل، انا ممكن اجي في يوم اقول انا هذاكر النهارده ماده واحده مثلا او هذاكر مادتين. الفكره كلها مش في الجدول، الفكره في ان انا ابرمج نفسي ان انا اشتغل. بعد ما ابرمج نفسي ان انا اشتغل كل ده سهل، كله سهل ان احنا نعمل جدول، امره سهل جدا. فيا جماعه يا ريت ان احنا بدل ما احنا شاغلين نفسنا، اصلا انا مش عارف اعمل جدول، اصلا انا محبط عشان ما بذاكرش كويس، اصلا انا عندي اكتئاب عشان اني حاسس ان انا مش هجيب نتيجه كويسه، اصلا انا فاتني فتره طويله. لا خلونا نترك الكلام ده كله، لان دي كلها حاجه بترجع لورا مش بتطلع لقدام. وخلونا نقعد نمسك الورقه والقلم ونقعد نشتغل. واحنا قلنا كلمه مهمه جدا جدا يا جماعه النهارده، ويمكن دي اللي ممكن ناخد منها وصيتنا، هقولها تاني بسرعه هنا. كنا بنقول في كل مره كنت ألزم نفسي فيها بتحقيق هدف معين، يعني أنا النهاردة حطيت هدف إن أنا في هذا اليوم هذاكر مثلا 5 ساعات، أو في هذا اليوم هأنهي النحو مثلا، أو في هذا اليوم هاخد مثلا كذا أي مادة أو أي جزء أنا عايزه. هذا الإلزام بإصرار وبقوة إرادة بيعمل إيه؟ في كل مرة كنت ألزم نفسي فيها بتحقيق هدف معين كنت أكتشف مناجم ذهبية من قوة الإرادة والمهارة والإبداع والتي لم أكن أتصور أني أمتلكها. تعالوا يا جماعة من النهاردة ناخد قرار أن أنا هحط هدف معين، أن أنا في كل يوم هنهي كذا أيا كان الجدول، مش ما يعنينيش، أو أبدأ حتى بمجرد أن أنا أنهي مادة سهلة عشان أخد حماس لما بعدها. صدقوني لما نلزم نفسنا بهدف معين أو كم معين وننهيه، ده هيستخرج من عندنا مهارة وإبداع وقوة إرادة لم نكن نتخيل أصلا وجودها. طيب في نفس الوقت طب عايزين نشوف الجدول. دايما يا جماعه اهم حاجه في الجدول ان انا اذاكر ما درسته في نفس اليوم. بنكرر دايما يا جماعه الماده لما بتتذاكر في نفس اليوم بنسبه التحصيل او نسبه النسيان لا تزيد عن 20%، في اليوم التالي بتوصل ل 40%، في اليوم التالت 50%، لحد ما نوصل لوقت كاننا ما خدناش الدرس ده اصلا. فاهم حاجه في الجدول ان الشيء اللي انا اخده النهارده لازم اذاكره النهارده. بعد كده بقى كل واحد يقسم حسب جدوله. مدرسه عامل له امتحان تاني يوم يبقى هيذاكر ماده الامتحان، مدرسه مش عامل له امتحان هيجيب ماده من المواد اللي فاتوا فيها حاجات يذاكر حاجه من اللي فات عليه. لكن الاصل ان انا اذاكر مواد اليوم واخد جنبها حسب الوقت اللي يسمح لي بيه جزء مراجعه، سواء للي عليا في امتحان او ان انا بقسم الاجزاء اللي فاتتني وببدا اراجعها مع الاكثار من الحل. المهم نركن جانبا فكره انا عندي اكتئاب، انا متضايقه. دايما يا جماعه الشعور يتبع الفعل او الفعل يتبع الشعور، الاثنين صح.
فاحنا يعني نرفع روحنا المعنويه كده ونقعد بتفاؤل واشراق، وان شاء الله لسه الوقت طويل ومعانا فرصه، وان شاء الله نستطيع ان احنا ننجز ونعوض ما فات ونقدر نوصل للنتائج المرجوه ان شاء الله باذن الله. طيب نرجع تاني للي احنا الدروس اللي احنا بنستخلصها، وكنا قلنا معانا قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالبابي انا، قال لي اخطات تعريف الهوى حينما فرقت بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرقت عليه الباب موهنا، قال لي من أنت؟ قلت انظر هنا، يعني على الباب، فلن تجد إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. إذا ما كانش في حد بيمثل ليك أنا فكن أنت لغيرك أنا، خلي حد يحس إن أنت بالنسبة له هو، بشعورك بيه، بإحساسك بيه، باستماعك ليه، باهتمامك بأمره، تخليه يشعر إن هو أنت بالنسبة له أنا. صدقني ده هيفرق معاه وكمان يفرق معاك بشكل كبير جدا. لو لم يكن للفقر سوى جحر واحد لسهل اصطياده، يعني إيه؟ المرونة. إحنا كتير مننا يا جماعة ما عندوش مرونة، يعني هو دايما هو طريق واحد، لو ما نجحش في ده انتهت الدنيا. طيب نستقبل اتصال وبعدين نرجع للفار تاني. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا دكتور أشرف والله على البرامج اللي بتقدمها. ربنا يخليك. بقول لحضرتك معلش أنا كنت فاتحة التلفزيون من شوية وكنت بره ولسه جاية، فأنا سمعت آخر حاجة حضرتك بتقول إن إحنا لازم نستمتع بكل حاجة في وقتنا. أنا يعني جاني كده إن شاء الله يعني فكرة إن إحنا لازم عشان نستمتع بكل حاجة أول حاجة نعملها إن إحنا نسامح كل اللي أساءوا لينا. نعم. يعني أنا حاسة إن الشعور ده جميل جدا وهيوضع في نفسيتنا حاجة جميلة جدا، يعني إن أنا أحس إن أنا سامحت كل اللي هم أساءوا ليا، ويا ريت هم كمان هم أنا كمان أسامحهم وهم يسامحوني وأبدأ صفحة جديدة، إن أنا أستمتع إن أنا مش 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 شايلة أي حاجة في قلبي لحد. نعم. وأبدأ بقى إن أنا يا دكتور أشرف عايزة حضرتك تديني نصيحة، إن أنا عندي طفلة دلوقتي عمرها 6 شهور 10 أيام، هي منعتني شوية من قراءة القرآن والقراءة عامة، أنا بحب القراءة جدا، فحضرتك تنصحني بيه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ربنا يكرمك. طيب أولا أدي وصية، يعني احنا كنا بنتكلم ان نهايه الحلقه هيبقى فيها وصيه عمليه، ويا ريت حضراتكم تقولوا معانا وتشاركوا ايه ممكن تكون الوصيه. فاحنا معانا وصيتين دلوقتي عشان بس نركز مع بعض. الوصيه الاولى حدد هدف معين لهذا الاسبوع، ممكن الهدف ده يكون هدف دراسي، ممكن يكون هدف ثقافي ان انا هقرا حاجه او هعمل حاجه، ممكن يكون هدف اجتماعي ان انا هشارك في عمل تطوعي او هزور اهلي او هتصل بكل قرايبي. خلونا نعمل النقطه بتاعه ان احنا نلزم نفسنا بتحقيق هدف معين. ويا ريت يا جماعه ادخلونا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء واكتبوا لنا ايه العمل اللي هتلزموا نفسكم بيه واحنا نتابعه مع بعض. نلزم نفسنا بهدف معين خلال هذا الاسبوع، وهذا الهدف نلتزم كليا بيه، ونشوف ايه الطاقات والابداعات وقوه الاراده اللي هتخرج بيها. دي الوصيه الاولى. الوصية الثانية هي وصية المسامحة. على فكرة الوصية دي جميلة قوي، يعني فعلا يا جماعة التسامح وصفاء الصدر أمر غاية في الجمال والروعة، وبيرفع من على نفسنا عبء تقيل جدا. أنا قاعد أفكر إزاي هنتقم من ده وإزاي هعمل في ده وإزاي، لا لا لا، سامح سامح. كان في واحد طبيب كان بيقول الواحد جملة بيقول له سامح الآخرين وأعطي الآخرين، فرد عليه قال له لماذا تطلب مني ذلك وهم لا يفعلون معي ذلك، انت ازاي بتطلب مني كده وهم ما بيعملوش معايا كده؟ فرد عليه رد جميل قال له لان صحتك تستوجب ذلك. يعني الامر حتى لو مش عايز تعمله عشان اجره او عشان تستمتع بيه او عشان تحس بجمال حياتك بيه، وان كان ده كله بيحصل، العمل ده اجره عظيم جدا، العمل ده ممتع جدا، بيحسسك بتغيير الحياه تماما، لكن في حاجه كمان مهمه جدا ان صحتك تستوجب ده. بالفعل اللي هو ما بيسامحش صحته بتتعب جدا جدا، والتانيين ممكن يكونوا مش متأثرين خالص لكن انت اللي بتتعب، فاعمل كده لان صحتك تستوجب ذلك. اما بالنسبه لحب القراءه والصعوبه اللي حصلت الموضوع بسيط جدا، برضو اعملي الزمي نفسك بهدف معين الاسبوع ده، ان انا مثلا هجيب كتاب جديد والزم نفسي بقراءته هذا الاسبوع. نلزم نفسنا بهدف معين، ممكن يكون عند حضرتك ان انا حددي كتاب معين، ان انا الكتاب ده لابد ان انا انهيه خلال هذا الاسبوع، وان شاء الله حضرتك تنهيه وتبقى دي بدايه العوده تاني. انا حضرتك بتقولي بحب القرايه وبواصل في القرايه، تبقى دي بدايه العوده تاني لهذا الامر. ربنا يوفقك ان شاء الله. لو لم يكن للفقر سوى جحر واحد لسهل اصطياده، يا جماعه كتير مننا واخد طريق واحد مش عايز يغيره، يعني هو ده لو فشل فيه الدنيا تهدت، لو حصلت قابلته عقبه مش قادر يتخطاها يقع يقف. لا يا جماعه،
احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا من المرونه ما يسمح لنا بان احنا نتخطى العقبات. العقبه جت قدامي كده همشي من وراها، هنط من فوقيها، هلف وارجع من الناحيه الثانيه، المهم ان انا في النهايه اتخطى هذا الحاجز. فيا جماعه المرونه المرونه المرونه، مش عايزين نبقى متصلبين اصلا فشلت في ده، لا يعني فشلت في ده تنجح في غيره او تنجح فيه هو نفسه في المحاوله اللي جايه، فلا بد ان تكون هناك مرونه. اللحظه حسن اداء، ناس كتير مننا يا جماعه شغله نفسهم بالتفكير في الماضي الوحش او بالتفكير في المستقبل يا ترى هيحصل فيه ايه، ويضيعوا اهم وقت بالنسبه لهم اللي هو دلوقتي. وقت الفعل هو دلوقتي، وقت النجاح هو دلوقتي، وقت السعاده هو دلوقتي. اه نستفيد من خبرات الماضي، لابد نستفيد من خبرات الماضي، نخطط للمستقبل، لابد نخطط للمستقبل، لكن من غير حزن وندم على الماضي ولا من غير التفكير بقلق وتوتر في المستقبل. نعمل ده ونعمل ده لكن عشان نجمل الحاضر. عشان كده بنقول دايما لابد ان احنا لا تعش في الماضي الا اذا كنت تريد ان تشعر بالحزن والذنب، ولا تقلق بشان المستقبل الا اذا كنت تريد ان تشعر بالحيره والخوف، انما ركز في اليوم، ركز في اعمل ايه النهارده، ركز في اليوم اذا اردت ان تكون ناجحا، ركز في اليوم اذا اردت ان تكون سعيدا. الجمله الحقيقه اللي احنا يعني نفسنا قوي نفكر فيها ونعملها، يعني فعلا لو ما طلعناش بالحلقه غيرها، ودي وصيه ثالثه اهي، الوصيه الثالثه اللي معانا النهارده، عامل الآخرين كما لو أنهم سيموتون عند منتصف الليل. شوف المحيطين بيك، أهل، أقارب، شوف أصدقائك اللي أنت تعرفهم، شوف أصدقائك اللي أنت مخصمهم أو عامل مشاكل معاهم أو قرايبك اللي أنت، شوف كل دول لو أنت تخيلت إن هم هيموتوا عند منتصف الليل، إيه الكلمات اللي أنت ممكن تقولها لهم؟ إيه المشاعر اللي ممكن تطلع من ناحيتك تجاههم؟ إيه الأعمال اللي ممكن تقدمها لهم؟ يعني أنا في واحدة مرة قالت لي أنا قمت وألقيت بنفسي في أحضان أمي وقعدت أبكي. حد تاني قال لي إن أنا قلت كذا لوالدي، أنا اتصلت بصديق قلت له كذا، أنا عملت الأمر ده. يا جماعة التدريب دوت فعلا ممكن يغير في المشاعر جدا، لأن إحنا أحيانا بنغفل وإحنا داخلين في صراعات مع اللي حوالينا أو مشاكل أو غيره، بنغفل إن إحنا ممكن في لحظة لا نجدهم أمامنا، إذا ما كانش إحنا اللي ما نكونش موجودين ممكن نلهمش، ممكن عند منتصف الليل ما نلاقيش دول، فالوضع هيبقى ايه ساعتها؟ طيب نستقبل اتصال ونرجع نكمل مع أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا بالنسبه للناس كلها اللي بتتصل وبتقول الموضوع الياس من الحياه والطلاب اللي في الثانويه العامه، وانا طالبه في الثانويه العامه وكان حصل عندي مشاكل، مثلا بابا عنده سرطان وكنت دايما بعيط وكده، بس شفت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يقضي الله قضاء لمؤمن الا كان خيرا له، فأي حاجة بيعملها ربنا سبحانه وتعالى داخل لينا، فالواحد خلاص يرضى باللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى ويحاول يعمل بقدر الإمكان كل أعمال الصالح. وبرضو النصيحة بالنسبة للاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، والمحافظة على صلاة النوافل والسنن قبل الصلاة وبعد الصلاة نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. وياريت نخلي الموضوع ده طول أسبوع كامل، وبإذن الله نشوف نتائج كويسة جدا بإذن الله. شكرا، جزاك الله كل خير. جزاك الله خير، ربنا يكرم. يلا الوصايا بدأت تكتر معانا اهو يا جماعة، نكتب بقى، مش لازم ناخدها كلها، بس كل واحد منا ممكن يختار الوصية اللي هي حاسس انها مفيدة بالنسبة له أو حاسس انها مهمة، لكن كل ده هيخضع برضه لعنوان مهم جدا، حدد لنفسك عمل محدد او هدف معين خلال هذا الاسبوع، ركز ركز عليه عشان في النهايه توصل للنتائج المرجوه وتشوف قد ايه هتكتشف بالفعل مناجم ذهبيه من قوه الاراده والمهاره والابداع. تاني، عامل الاخرين كما لو انهم سيموتون عند منتصف الليل. هقول لكم يا جماعه تخيل، معلش خلونا نتخيله، الناس اللي بيتفرجوا علينا على البرنامج وربما يكون البرنامج يحوز على اعجاب بعضهم، خلونا نتخيل ان النهارده الساعه 12 مساء هينشر على الفيس او على غيره ان اشرف شاهين ده توفاه الله، وامر وارد ما حدش يقدر ينكره. ايه الكلمات اللي احنا ممكن تكتب ليه في هذا الوقت؟ تخيلوا مثل الوضع ممكن يبقى عامل ازاي؟ تخيلوا بقى لو ده بقى ده الراجل البعيد عنكم، تخيلوا بقى لو اب، ام، اخ، قريب، شوفوا ازاي ممكن الصوره تكون موجوده. يا جماعه الامر ده فعلا لو احنا عشناه وتخيلناه ممكن يفرق مع مشاعرنا كتير جدا، فتعالوا نتخيله، تعالوا نتامل المحيطين بينا، تعالوا نتامل الناس اللي نعرفهم، لو الراجل ده هيموت او الست دي او البنت دي او هيموت عند منتصف الليل، احنا محتاجين نعمل ايه من دلوقتي لحد منتصف الليل. ما يعنيه الندى للظهور؟ هو بالضبط ما تعنيه الكلمات الرقيقه للروح، هي مرتبطه بالمعنى اللي فات. ما يعنيه الندى للظهور؟ هو ما تعنيه الكلمات الرقيقه للروح، انها ذخر لمانحها وعزيزه لدى متلقيها،
علينا ألا نتخلى عنها أبدا. صدقوني يا جماعة يعني اللي بيقول خلينا ناخد من ناحيتين، اللي بيقوله اللي بيتلقى، اللي بيقول الكلمات الرقيقة بيجد أن مشاعر الناس حواليه تتجمع، حب الناس دي يزداد، دفاع الناس عنه يزداد، بيجد أن قلوب الناس بتتجمع حواليه بشكل يسعده لأقصى درجة، فبينال سعادة كبيرة جدا، ثم يجد أن الكلمات الرقيقة دي مع الوقت بترتد ليه. عشان كده هي ذخر لمانحها وعزيزة لدى مترقيها. يعني أنا بالفعل يا جماعة أستطيع أن أقول يعني إلى حد ما معظم الوقت أنا متفائل، أو يمكن كل الوقت، لكن بالفعل بتيجي أوقات بتجيني رسائل فيها كلمات بالفعل بترفع من روح المعنوية جدا، من رقتها وصدقها ومساحة الود اللي موجودة فيها. فكل الناس يا جماعة محتاجين هذه الكلمات الرقيقة، محتاجين الكلمات التي ترفع من روحهم المعنوية جدا، اللي هي في نفس الوقت بتفيد الذي يتحدث بها كما تفيد من يسمعها. موضوع الكلمات الرقيقة ده وأنواعها هنتكلم فيه كتير قوي، لكن على الأقل خلونا نجرب، خلونا نجرب النهاردة كلماتنا تبقى رقيقة، كلماتنا تبقى فيها يعني شيء من التقدير، شيء من الاحترام، شيء من الود، شيء من الثناء. يعني خلونا نجرب الكلمات الرقيقة ونشوف هنوصل لإيه. ونسمع معنا إن شاء الله أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أهلا دكتور. والله لو سمحت أنا معك مع حضرتك الفكرة اللي أنت حكيتها دلوقتي، يعني أن تكلم أي حد تحبه يعني وكده، معلش أنا متوترة شوية. لا ما تفكريش، اهدي كده، خدي نفسك كده وقولي. يعني انك مثلا تصرحوا كده يعني قبل الساعه 12 بالليل وهو يتوفى وكده، يعني طب كان مثلا جاب الواحده مسافر بره وهو مزعلها مثلا او مغلطتش في حاجه يعني وكده، ورغم حضنه يكلم الولاد، فهي تعمل معاه ازاي؟ هو انا مش سامع صوت كويس، معلش ممكن تعيدي تاني؟ ممكن لو صوت التلفزيون عالي حضرتك وطيه وعيدي الكلام تاني بعد كده. انا وطيت التلفزيون خالص، ما فيش صوت خالص. طيب ما طب عيدي الكلام تاني. يعني يكون مثلا باك هو اللي زعلها ومسافر بره، ورفض حتى ان هو يكلم اولاده ورفض ان هو يكلمها، فتعامل ازاي؟ طبعا انا الكلام كان اثر فيها جامد ومش عارفه اعمل ازاي دلوقتي يعني. طيب يعني طيب جزاك الله خير. وانا يعني انا مش مستوعب السؤال قوي، لكن برضه احنا بنتكلم على ان يكون في مساحه ما من التسامح، مساحة ما من المبادرة. يعني حتى لو شخص ما معانا هو مش هيبادر بهذا الفعل، ممكن أنا أبادر بهذا الفعل، فيبقى فيه أنا يعني أنا تشاش يعني كده، أنا برد تشاش مش متأكد من السؤال، لكن معذرة يعني الصوت ما كانش وصلي كويس. فإحنا لو حد هو اللي مش هيعمل ده، خلينا إحنا نتسامح، خلينا إحنا نقدم هذا الخير، خلينا نتصور إن هو اللي كان هيحصله ده دلوقتي وإحنا نتعامل معه بخير. و ومعذرة إذا كان الرد بعيد عن السؤال، لكن أعتقد ده معنى عام لأي حد، حتى لو ما بيسمعش من حد أو حد ما بيعملش العمل، ممكن مساحة التسامح وتقديم زي ما نقوله ننفق مما عنده، نقدم اللي عندنا إحنا وإن شاء الله حنجد الخير. طيب، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. جميل قوي يا جماعة أن إحنا مش لازم بقى طبعا الأعمى مش هيبص لأدبك ولا حاجة، لكن المعنى أن الناس تشعر، تشعر بيك وبدورك وبتأثيرك في حياتهم، ده شيء جميل جدا. لا يمكنك عبور البحر بمجرد الوقوف والتحديق في الماء. ناس كتير جدا نفسهم يعملوا حاجات، عمالين يفكروا فيها، عمالين يبصوا على اللي بيعملوها، عمالين يتمنوها، لكنهم ما خدوش ولا خطوة عشان يحققوها. ومش ممكن انك انت تعبر البحر او تصل لما تريد بمجرد النظر او بمجرد التفكير. التفكير مهم والنظر مهم، لكن فين الفعل؟ يا جماعة احنا محتاجين شيء من المبادرة، شيء من الاقتحام، شيء من الإقدام، حتى نستطيع أن احنا نصل إلى ما نريد. يا جماعة شيء من الاقتحام، شيء من المبادرة، نتخطى بقى مرحلة الأمنيات والأفكار ونفعل شيء، نفعل شيء عشان نحقق ما نريد. سمة لحظتان جليلتان في حياة المرء، الأولى حينما يخرج إلى الوجود، والثانية حينما يكتشف أنه خرج إلى الوجود. احنا محتاجين يوم زي النهاردة ده نكتشف أننا خرجنا إلى الوجود. عشان نكون خرجنا إلى الوجود نخرج أقوياء، نخرج أعزة، نخرج بطموح، نخرج بإرادة. هو ده إحنا كده، إحنا اتخلقنا عشان نكون كده، ما اتخلقناش عشان نكون يائسين ولا محبطين ولا متشائمين، ما اتخلقناش عشان كده. إحنا اتخلقنا عشان نعمر هذه الدنيا، اتخلقنا عشان نكون أفضل خلق الله على وجه الأرض، اتخلقنا عشان نعمر هذه الأرض ونغير في هذه الأرض، فما ينفعش تكون دي صفاتنا. فإذا النهاردة كنا هنكتشف إن إحنا خرجنا للوجود، فنعلم إن إحنا خرجنا للوجود حتى نغير في هذه الحياة، حتى نزيد على الحياة، لا نكون نحن زائدين على الحياة، حتى لا نخرج من الحياة. لك لا تخرج من الحياة كما دخلتها، يعني أنت زي ما دخلت الحياة زي ما خرجت، ففي هذه الحياة لا تكون أنت وجدت الحياة
وما وجدتك الحياة. عشان الحياة تجدك لابد انك تترك فيها اثر، لابد انك تترك فيها دور عشان يتحس انك انت دخلت وخرجت، مش مجرد كده خلاص يعني اي حاجة عدت وانتهت، لا لابد ان احنا يكون لنا دور ولنا اثر في هذه الحياة. ليس هناك شيء خطأ على الدوام. اي فعل احنا بنعمله ما عملت فعل خطأ، لكن ممكن تستفيد منه. فبدك مثل ان حتى الساعة لو متوقفة وبين ان هي مخطئة فبتديك، فاي خطأ فيه مساحة صح، حاول تستخرج منه مساحة الصح اللي فيه وحاول تتعلم منه. ليس هناك شيء خطأ على الدوام، فحتى الساعة المتوقفة تماما ستعطيك الوقت الصحيح مرتان على الأقل، ستعطيك الوقت الصحيح مرتان على الأقل. أمسك بيد من تحب حتى تشعر بدعمه لك، فإن هذه اللمسة تعني الكثير. لو أنت موجود دلوقتي جنب والدك أو والدتك أو أختك أو غيره وتشعر بهذا الأمر، وتكلمنا عن هتعمل إيه لو هيموتوا عند منتصف الليل، تعال نجمع ثلاث حاجات مع بعض. تعال نجمع الكلمات الرقيقة إن إحنا نقول له كلمات رقيقة، تعال نجمع التلامس إن إحنا نحتضن ونقترب منه، تعال نجمع الإحساس إن إحنا نحس قد إيه إحنا كنا مقصرين في حق من حولنا، وتعالوا نعمل هذا العمل ونشوف قد إيه ده ممكن يغير من مشاعرنا تماما. ولم أرى كالمعروف، أما مذاقه فحلو وأما طعمه فجميل. يا ريت يا جماعة نجرب نقدم معروف للآخرين ونجد قد إيه هنجد مذاق وطعم غاية في الروعة. الحقيقة كان فيه تعليقات كتير على موضوع المصاصة بتاع الحلقة اللي فاتت، والحقيقة كانت التعليقات الحمد لله كانت طيبة. أنا عايز أقول حاجة بعيدا بقى عن موضوع المصاصة، لكن باخدها من موضوع المصاصة نفسه. إذا أردت أن تحقق نجاحا كبيرا في عمل ما، ففي مجموعة من الاشتراطات لابد أن تكون موجودة. أولا الحماس وحب هذا العمل، أنك تبقى متحمس له وبتحبه. اثنين أن يكون لديك ثقة في ذاتك وأنت تقدم هذا العمل. الثقة هتخليك تعمل حاجات ممكن غيرك ما يقدرش يعملها، ومع الثقة الجرأة والمفاجأة. فاجئ الناس، لو أنت شغال حتى في شركة فاجئ رؤساء الشركة بحاجات هما مش متوقعينها منك. شغال في المبيعات فاجئ الناس بحاجة مش متوقعة، بتدرس وبتعمل بحث معين فاجئ الدكتور بتاعك بحاجة مش متوقعها منك. ده كله بيحقق النجاح. يبقى الثقة، الحماس، التجديد، الجرأة، المفاجأة، الإقدام. جمع الحاجات دول مع بعض هتلاقونا كلنا ماشيين بمصاصات في الشارع، لان هنمتلك ما يجعلنا نقدم ونفعل ذلك. خلونا يا جماعه يبقى عندنا مساحه من الجراه كده، ما نقعدش كمشانين خايفين، لا خلي عندك جراه، خلي عندك اقدام، خد خطوط جديده ما خدهاش حد قبلك قبل كده. خليك انت في البدايه دايما في المقدمه دائما. لازم اللي في المقدمه يغير، لازم يثق، لازم يكون شجاع، لازم يكون مبادر. دي امور مهمه جدا جدا لابد ان احنا نعملها واحنا بنتحرك في الحياه. الحقيقة يعني أنا مش عارف إحنا فضلنا وقت قد إيه بالظبط، لكن أعتقد إن إحنا الحلقة بتوشك على الانتهاء. فإحنا عايزين يا جماعة نخرج بوصايا من هذه الحلقة، قلنا وصايا كتير جدا. العنوان الرئيسي اللي إحنا بنخرج بيه إن إحنا نلزم نفسنا النهاردة نلزم نفسنا بهدف معين على مدار الأسبوع. ابعته لنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء، عشان نتابع مع بعض إحنا عملنا إيه في هذا الهدف. اختار بقى اي هدف يعجبك. اتقالت لنا وصايا كتير، قلت لنا وصايا عن الاستغفار، عن صلاة النوافل، قلنا وصية عن التسامح، قلنا وصية مهمة جدا ان احنا نتخيل ان اللي حوالينا هيموتوا عند منتصف الليل ونشوف هنقدم لهم ايه، قلنا ان احنا نحط خطة مذاكرة او خطة قراءة ونبدأ ننفذها. اي حاجة انت ترى من الوصايا اللي احنا قلناها ترى ان هي ممكن تناسبك في هذا الوقت، يلا يا جماعة نحددها ويلا نعملها. صدقوني محتاجين شيء من القوة، محتاجين شيء من العزم، محتاجين شيء من الجرأة، محتاجين شيء من قوة الإرادة، وصدقوني حياتنا تتغير تماما. في نفس الوقت محتاجين نوازن بين أمور حياتنا كلها عشان نستطيع أن نستمتع وفي نفس الوقت ننجح. فعلا 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 بتمنى لحضراتكم حياة كلها نجاح، حياة كلها سعادة، حياة كلها أمل، حياة كلها تفاؤل، حياة كلها إشراق، حياة كلها تحقيق أمنيات. أتمنى من قلبي فعلا أن ربنا يحقق لكل مشاهدي البرنامج كل أمنياتهم، وأن يرقق قلوبنا جميعا، وأن يجمع على المودة والألفة والمحبة قلوبنا. أحبكم، أحبكم جدا. انتظركم بإذن الله الحلقة القادمة في نفس الموعد يوم الاثنين 7:15 بتوقيت القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عونا.